السلام عليكم. مثل ما وعدناكم كل يوم ثلاثة هي حلقة خاصة فقط للإجابة على أسئلة حضراتكم. اليوم راح نحاول نجاوب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة، وأي سؤال آخر عندكم تتفضلون تسألونا إياه من خلال القناة أسفل الفيديو. نتجه مباشرة للإجابة على الأسئلة. أول سؤال من ملك طارق: أرجو احتساب مقدار الراتب التقاعدي بكالوريوس صيدلة، العمر 60 سنة والخدمة 30 سنة، غير متزوج ولا أولاد، فقط معيل لأخته. هنا يا أستاذ، حتى نجاوبك بشكل دقيق يجب معرفة الراتب الإسمي، آخر راتب إسمي حضرتك استلمته، زائد الدرجة الوظيفية حتى تكون إجابتنا صحيحة ودقيقة. نتجه إلى سؤال آخر: زوجي متوفي أثناء الخدمة، راتبه 350، ما جت زيادة، شلون وإحنا صاحبين إيجار وأيتام ومدارس؟ هنا حتى تكون الإجابة دقيقة يجب معرفة الصورة كاملة، هل يوجد أولاد قصر، بنات غير متزوجات إلى آخر، حتى نقدر نجاوبك بدقة وبصورة صحيحة. هنا أحب أضيف تحت إطار هذا السؤال: في حالة المتوفي كانت خدمته أقل من 15 عاما فتصبح 15 عاما مباشرة. شكرا جزيلا للمرور. سؤال آخر: السلام عليكم أستاذ، بدون زحمة، أنا طلعت تقاعد 2017 وقدمت على إضافة الخدمة العسكرية والبالغة 10 سنوات و8 أشهر في 2018، ولحد الآن لم تضاف ولا تعدل راتبي، وما السبب؟ جاوبني إذا سمحت، مع الشكر، تحياتي هشام علي. بالنسبة إلى إضافة الخدمة العسكرية أستاذ مال حضرتك، فتتم من خلال المحافظة اللي أنت ساكن بيها، يعني تذهب إلى دائرة المحافظة، طبعا المفروض تأخذ مع حضرتك دفتر الخدمة العسكرية الأصلي مع نسخة من دفتر الخدمة العسكرية، لأن في حالة عدم وجود هذا الدفتر فيوجد صعوبة في إضافة الخدمة، ويتم دفع التوقيفات التقاعدية من خلال دائرة المحافظة وتسوية كافة الأمور، بعدها تأخذ المعاملة كاملة إلى دائرة التقاعد لإضافة الخدمة العسكرية، لأن بالنسبة إلى دائرة التقاعد هي تأخذ نتيجة ما لها علاقة بهكذا معاملات، المعاملات كل معاملة تتم في الدائرة الخاصة بهذا الأمر. أتمنى أن يكون الجواب مالنا شافي إلى حضرتك، شكرا جزيلا للمرور. نذهب إلى سؤال آخر: مازن الموالي، لدي عقود عمل مع وزارة النفط مجموعها أكثر من 15 عام وعمري 46، هل أنا مشمول بالتقاعد حسب القانون الجديد؟ هنا يا أستاذ مازن، بالنسبة إلى عقود العمل يجب تحويلها إلى سنوات عمل، ولكي تحول إلى سنوات عمل يجب دفع التوقيفات التقاعدية الخاصة بها، وهذا المفروض يحدث قبل الإحالة على التقاعد. تقوم بتسوية هذه الأمور مع الدائرة، يعني أنت الآن حضرتك لديك عقود مع وزارة النفط، في المفروض هذه الأمور تتم من خلال وزارة النفط وقبل الإحالة على التقاعد. نذهب إلى سؤال آخر: كريم، أستاذ هشام المحترم، ما المقصود بخدمة عسكرية حركات حتى تتضاعف لطفا؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني من فضلك: زوجتي عمرها 61، لها خدمة 24 سنة و10 أشهر، هل لها مكافأة نهاية خدمة؟ وتعتبر لها 25 سنة خدمة، مع الشكر والاحترام ورحمة الوالديك، يرجى الإيضاح. نعم يا أستاذ كريم، أحاول أوضح بالتفصيل. بالنسبة إلى حركات، معناته أنه الجيش داخل بإنذار جيم، أكيد حضرتك تعرف إنذار جيم، يعني تكون الدولة في حالة حرب، أو هي ليست حالة حرب لكن يكون المستوى الإرباك الموجود بقدر هذا الأمر، فيدخل الجيش بإنذار جيم. هذه الفترة اللي يدخل فيها الجيش بإنذار جيم تعتبر حركات وتعتبر خدمة مضاعفة إلى الجيش عند التقاعد.
التقاعد تضاف خدمة مضاعفة. أما بالنسبة إلى زوجة حضرتك فللأسف وفق التعليمات وفق القانون العراقي لو كان فرق ولو يوم واحد عن 25 سنة فما يتم التقريب إلى 25 سنة وسوف تحرم من المكافأة للأسف الشديد. أتمنى أن يكون الجواب واضح. شكرا جزيلا إلى حضرتك. نذهب إلى سؤال آخر. أنا مديرة مدرسة بكالوريوس، عندي خدمة 44 سنة خدمة، وطلعت على التقاعد سنة 2006 وراتبي قليل مقارنة مع أقراني اللي طلعوا بعدي، هل يتعدل راتبي مثل أقراني؟ الجواب ست لا، لكن إذا كان أقل من 500,000 يصبح 500,000 دينار. شكرا جزيلا للمرور. سؤال آخر من مناضل القيسي، لدي خدمة 28.5 خدمة فعلية وخدمة عسكرية 4.5 حركات، تم إضافتها في زمن النظام السابق، هل تعتبر لي خدمة؟ كيف تحتسب؟ بالنسبة إلى خدمتك أستاذ مناضل، إضافتها أثناء الخدمة هي لأغراض العلاوة والترفيع، أما بعد الإحالة على التقاعد وبعد دفع التوقيفات التقاعدية فيتم احتسابها مضاعفة، أي 9 سنوات بدلا من 4.5 سنوات. شكرا جزيلا للمرور. أحمد علي يسأل، بلا زحمة، عندي 6 سنوات خدمة ومواليدي 1965، أقدر أدفع فلوس التقاعد وأطلع تقاعد؟ بس أنا مستقيلة زين، وش قد أدفع؟ مع العلم أنا موظفة خدمة شهادة ابتدائية. للأسف لا. نذهب إلى سؤال آخر. علي العراقي يسأل، أنا راتبي الاسمي 700 وعندي خدمة مع الجيش تصبح 40 سنة وشهادة إعدادية، وأريد أطلع تقاعد، إيش قد يصير راتب التقاعدي؟ مع جزيل الشكر. أولا أستاذ، بالنسبة إلى الخدمة العسكرية فتأكد هل جميعها مدفوعة التوقيفات التقاعدية بخصوصها، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يجب معرفة كم هي الخدمة المدنية، وفي حالة لو كان الحساب اللي ذكرته حضرتك صحيح فيكون راتب حضرتك هو آخر راتب اسمي سوف تستلمه. شكرا جزيلا. نذهب إلى سؤال آخر. السلام عليكم أستاذ، أنا مطلقة وعند أبي راتب تقاعد وأبي متوفي وأنا عندي أطفال 2، هل أستحق الراتب؟ جاوبني على هذا الرقم وشكرا لكم ويعطيكم الصحة والعافية. آمين يا رب. شكرا جزيلا للمرور، لكن نعتذر عن الإجابة على أي رقم خاص. أي سؤال عند حضراتكم تقدرون تذكرونه تحت أو أسفل الفيديو الموجود في قناتنا على اليوتيوب، وإحنا كل الأسئلة راح نجاوبها مهما كانت يوم الثلاثاء. شكرا جزيلا للمرور. السلام عليكم، أنا ابني عنده خدمة 25، خرج أو حيل على التقاعد بال 2008 ولم يعطوه المكافأة ولا قطعة. بالنسبة أستاذ إلى دائرة التقاعد فلا تمنح قطع أراضي، هذا من ناحية. ابن حضرتك خارج أو محال على التقاعد بال 2008 وفق القانون القديم لا يمنح مكافأة نهاية خدمة إذا كانت الخدمة أقل من 30 عام. شكرا جزيلا للمرور. نذهب إلى سؤال آخر. السلام عليكم أستاذ هشام، أريد جواب من فضلك، أنا من المفصولين السياسيين لغير الموظفين، عندي خدمة 15 سنة وعمري 50، أعلنت على وزارة الصحة قبل 2 شهر، شو وقت أستلم راتب أو أطلع تقاعد؟ أرجو الجواب. أنت مشمول على قانون المفصولين السياسيين، وإحنا بعدنا ما ناقشنا هذا القانون، طبعا راح نجيب على كافة أسئلة حضراتكم عند مناقشة القانون في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا للمرور. السلام عليكم، وش وقت زيادة راتب تقاعد، 1 بالشهر أو 2 أو شنو؟ أرجو الرد. هو أصلا لا يوجد زيادة في الراتب باستثناء من أقل من 500,000 دينار يصبح 500,000 دينار. شكرا جزيلا للمرور. السلام عليكم، أنا عندي خدمة مدنية 20 سنة وعسكرية كاملة مضافة لأغراض التقاعد 12 سنة و2 شهر،
وإجازات متراكمة تقريبا 600 يوم. تاريخ التعيين 11/2000، خريج معهد، تولد 63، الاسم الحالي 723، الرجاء مقدار التقاعد وشكرا. الخدمة العسكرية: أثناء الخدمة تضاف لأغراض العلاوة والترفيع، وبعد الإحالة على التقاعد يجب مراجعة ديوان المحافظة مال حضرتك ليتم إضافتها لأغراض التقاعد بعد دفع التوقيفات التقاعدية إذا كانت غير مدفوعة. أما بالنسبة إلى راتب حضرتك فراح يكون 723,000 دينار. شكرا جزيلا للمرور. السلام عليكم. بلا زحمة، ممكن أعرف إيش قد راتبي؟ خدمتي 17.5، راتبي 400,000، 500,000 دينار. أخوي: السلام عليكم، أنا مقدم على سلفة مال متقاعدين من يوم 1 بالشهر الحالي. قالوا روح إحنا نتصل عليك. وراجعت ورا فترة مرة ثانية نفس الرد قالوا إلي. ليش هذا التأخير؟ إذا أمكن وضح لي وشكرا لك. بالنسبة إلى هذا الأمر، هذا ما يخص دائرة التقاعد وإنما متعلق بالمصرف. هذا أمر يخص المصارف، في المصرف اللي أنت تريد تأخذ من عنده سلفة، فيما نعرف شنو السياسة المتبعها هذا المصرف. لكن تحت هذا الإطار أحب أضيف وأحب أنبه إلى أخوتنا المتقاعدين وأحذرهم من أخذ السلف من هذه المصارف، لأن معظم المصارف أنا قريت الفوائد المستقطعة يأخذون حوالي 4,500,000 لسلفة مقدارها 10 ملايين. طبعا هي فوائد متراكمة، انت ما راح تحس او من راح تقرأ راح تشوفها 7% او كذا، لكن هي متراكمة، مجموعها او اجمالها راح يكون تقريبا 4,500,000 لكل 10 ملايين، او للعشر ملايين اذا كانت السلفة 10 ملايين دينار. فانا احذركم من اخذ سلف من هكذا مصارف. نذهب الى سؤال اخر. عافية إذا تسمح، صحيح الورثة ما يشملهم الزيادة؟ إحنا ما استلمنا. قالوا الورثة ما يشملهم. صحيح، لولا حسب المادة 14 فهم مشمولين بالزيادة. شكرا جزيلا للمرور. السلام أخي، موظف متقاعد حسب طلبي 1/7/2007، لدي 36 سنة، هل مشمول بقانون تقاعد جديد؟ وهل مشمول مكافأة نهاية الخدمة؟ بلا زحمة عليك جاوبني جواب شافي. بالنسبة إلى سؤال حضرتك يا أستاذ، هل أنت مشمول بقانون تقاعد الجديد؟ لا. وهل مشمول بمكافأة نهاية الخدمة؟ أيضا لا. سؤال آخر: السلام عليكم، بلا زحمة، ممكن أعرف راتبي إيش قد؟ خدمتي 17.5، شهادتي ابتدائية. إذا عمرك يا أستاذ أكثر من 45 سنة فراتبك التقاعدي راح يكون 500,000 دينار. شكرا جزيلا للمرور. جاوبنا حضراتكم على بعض الأسئلة اللي وردت في قناتنا على اليوتيوب، وإن شاء الله بالأسبوع القادم راح نجاوب على باقي الأسئلة. احنا نحاول قدر المستطاع نجاوب على جميع الأسئلة، سواء في حلقة خاصة في قناة اليوتيوب أو أنا مباشرة أدخل وأجاوب على الأسئلة. وطبعا مثل ما نوهت أنا في بداية الحلقة، كل يوم 3 احنا نجاوب على كل الأسئلة اللي انتو سألتوها لنا بالأسبوع اللي قبله. وبالختام شرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وضغط لايك. شكرا جزيلا لحضراتكم للمتابعة.